أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة البرنامج التي تقدمها الواتساب والتي تتيح لكم أيضا المشاركة عبر إرسال رسائلكم النصية. طبعا الرقم أيضا سيكون موجود أسفل الشاشة أمام حضراتكم من أجل المشاركة برسائلكم من خلال خدمة الواتساب. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه اذيه، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الاسف الان حاله بالبلد هي اكثر من الارهاب، هو انقطاع الماء. بطل من ابطال البصره وليدي، انت طالبت بحقوق البصره، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهه، لا تحاكي مدلل. والقانون يطبق على الفقير، مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق له قنينين حكم 20 سنه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيكون الموضوع اليوم عن مستوى الفقر في العراق، كذلك مستوى الانخفاض الحاد لمناسيب المياه التي يعاني منها العراق ومدى تأثيرها على السنوات القادمة. طبعا معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قال إن العراق بات في المرتبة 120 عالميا من حيث متوسط دخل الفرد، يعني دخل الفرد في العراق هو منخفض للغاية. وصف المعهد العراق في تقرير له عن إدارة الموارد الطبيعية في الدول الخارجة من الحروب وأثرها في بناء السلام بأنه موطن للفقر، وقال إن الأوضاع في العراق صادمة. طبعا نأتي إلى نقطة أخرى متعلقة بقضية الفقر، وهي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. قال إن العراق حل في مراتب متقدمة من حيث ارتفاع معدل الجوع والفقر على مستوى الدول العربية. جاء ذلك خلال تقارير أصدرتها المنظمة في اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي جاء فيها أنه بالرغم من محاولات خفض معدلات الفقر المدقع إلى أكثر من النصف منذ عام 2000، إلا أن عشر سكان المناطق النامية لا يزالون يعيشون وأسرهم على أقل من دولارين يوميا. طبعا الموضوع أيضا أنه ليس فقط افتقار للدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق، حيث أن مظاهر الفقر أيضا بحسب مقياس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الجوع، سوء التغذية، وكذلك ضآلة إمكانية الحصول على تعليم وغيرها من الأمور. هذه الأمور تدخل في إطار الفقر، تدخل في إطار المعاناة التي يعيشها سكان العراق بشكل عام. طبعا نأتي هنا إلى تقرير أصدره البنك الدولي، أعلن توقعات طبعا عن عام 2018 كيف سيكون فيها الحال في العراق. كشف أرقام صادمة بالنسبة للفقر في العراق، طبعا الاحتياجات العامة كذلك. ذكر أنه يبلغ عدد سكان العراق بمعدل 38 مليون نسمة، إجمالي الناتج المحلي هو 197 مليار دولار. معدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد ب 3.2 هو 17.9%، لكن في العراق الموضوع تجاوز، الموضوع صار أصبح أكثر من 17%، تجاوز هذه النسبة. وإذا العراق الذي لديه دخل عالي من الناتج المحلي يعاني من مستوى فقر كبير جدا. معنا السيد أبو مريم من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ محمد، احوالك؟ حياك الله ابو مريم، اهلا وسهلا، تفضل. تعقيبا على كلامكم بالنسبه للفقر، ما فقر يا اخي، فقر ماكو، هذا فقر مقصود. فقر مقصود، حتى انت من تجي للتعليم تطرقت قبل شويه. نعم. التعليم بالنسبه للرحلات، يعني شو تكلف؟ نعم. قل لي مليار واحد مو يطم العراق طم رحلات؟ صحيح. شو تقول يا استاذ محمد؟ صحيح صحيح. يعني مليار على العبي لعب، اطم العراق طم بالرحلات. المناهج الدراسية، يعني المناهج الدراسية اللي حتى هذه اللحظة الطالب ماذا يحصل عليها، هذه أيضا مشكلة.
مشوه ان مع المناهج الدراسيه ترى بيها درس كثير هذا الدقيق بيها صحيح تلقى حقائق محكوسه نعم مع الاسف طبعا. طيب برايك ابو مريم مستوى الفقر اللي يعاني منه العراق ليش هاي الدولة اللي دخلها بحسب البنك الدولي أكثر من 197 مليار دولار من الناتج المحلي هاي الدولة عندها نسبة فقر أكثر من 20%؟ ليش نسبة الفقر ترتفع والدخل عندنا بالعراق دخل عالي جدا؟ والله أنا برأيي شغل الضمير يعني هو الإنسان إذا فقد الضمير هاي تصرفاته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. كيف احنا تطلع الموائد الحكومة الوحيدة بالعالم اللي جاي التابعانة تطلع موائد ما الطعام وشعبها جوعان الحكومة الوحيدة بالعالم قل لي حتى انت المتابع طيب لك حكومة طيب احنا عندنا حكومة تسير وفق المبدأ الإسلامي يعني الأحزاب الإسلامية أو التي تقول على نفسها أنها إسلامية بالاسم وإلا بالحقيقة ماكو بالحقيقة هذول أصحاب الكروش. طيب أكو مبدأ يطرح الناس ولا هو مبدأ غير صحيح ولكن فاقد الأمل يعني يبدأ يطرح نظريات يقولون ليش ما الحكومة الموجودة تبوق بس تطينا يعني ليش السرقات الموجودة بالعراق الآن هي فقط لمنفعة وخدمة المسؤول يعني لو المواطن يحصل على جزء من هذه الأموال أمواله هي أموال الوطن المواطنين على درجات يعني البارحة أنا انتقدت واحد نعم طلع السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله نشوف عليه الخير بس بعدنا ما كان فيه شيء فانتقدت هذا المواطن يقول لي انت وحداك على راسي على اي اساس نعم انت قل لي لابوك اذا انت خوج الزلمه قل لي لابوك انت وقناصر على راسي نعم مو تتلوث الانسان بعد ما خدمت نعم. طيب تتوقع انت من الحكومه الجديده تتوقع انت من الحكومه الجديده ان يصير بها اي تغيير؟ والله ما دام المسيطر امريكا وايران ما اتوقع خير نعم ما اتوقع شغلة الفساد استاذ محمد نعم ما معقولة في بطون الفاسدين لا نسبة والبقية تطلع برا لانه ما يصير وقت طائلة يعني طيب انا عندي سؤال عندي يعني. سؤال يا ابو مريم عفوا حيدر نعم. العبادي اللي استلم السلطة لأربع سنوات واعطى وعود كثيرة وقبله نور المالكي وقبله ابراهيم الجعفري واياد علاوي هؤلاء الأشخاص الذين أعطوا الوعود ولم ينفذوا منها شيء وسرقت في عهدهم أو في عهودهم مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية هؤلاء لماذا لم يحاسبوا؟ متى سيحاسب المسؤول الذي سرق والمسؤول الذي قام بأخذ الرشوة والفاسد والقاتل وغيرها؟ أستاذ محمد محسوب حسابا من البداية مدام إجوا بعدة جناتي المقصود مثل محافظ البصرة نعم. من خلى ومشى جنسية ثانية تخلصت فلا تتوقع أنه يطلع واحد يقول من أين لك هذا ويجيبهم مره لا ماكو هذا الشيء أنا أقول لك فترة زمنية جدول عندهم ماشيين عليه هسه وصلوا إلى قريب النهاية من دمار العراق ما ظل في شيء ما ظل لا نخلة لا نهار لا تمشى لا طير رحمة الله. انت ذكرت قبل شويه يا ابو مريم ذكرت قبل شويه نقطه افقار الشعب قلت انه الموضوع هذا موضوع متعمد ان يقوم المسؤول بالعراق او المسؤولين بالعراق يقومون بافقار الشعب ادخاله بمرحله الفقر والجوع والبطاله وغيرها ما الهدف من افقار الشعب ابو مريم انا قلت شلون هذه المبادئ قديمه بالاحتلال نعم بالاحتلال الانجليزي البريطاني السابق قبل عندهم شعارات ضمنها فرق تسهد واجوا بي فرق تسهد وجوع كلبك يتبعك نعم هذا شعار موجود غربي نعم. فهذا من ضمن اللي جاي يصير بس انا اقول لك الشعب من ينضغط عليه اكثر من اللازم يمكن يصير شيء ما لا تحمل عقبه. شو وقت هذا الشيء يصير؟ يعني احنا هسه دنباوي على العراق 15 سنه
ومظاهرات، طلعت مظاهرات واخرها قضيه البصره والمظاهرات اللي شغاله. شلون نلمس يعني شلون نلمس التغيير؟ الله، والله بهذا الوضع ماكو كل تغيير استاذ محمد، ويقولون ما لا يفعلون. يعني هذا الموضوع نقول العتب على الناس لو العتب على سلطه تقمع الناس. والله على السلطة ليش؟ لأنه ديمقراطية بس بالاسم. يعني مواطن من يطلع اعتصامات مثل خلينا نبدي بها من البداية وانتركت كارثة مال سارية الجبل، كارثة مال اعتصام الحويجة، كارثة مال هجمان بيوتها للموصل على رؤوسهم. يعني هاي ما ترى لازم نحكي بها. أشكرك أبو يعني مريم، شكرا. هذا احنا نعم اتفضل. نعم. اتفضل اقول لك هسه هاي الكارثه مال الموصل. هل هي حرب؟ لا، هم كم زحطوط مثلا ما نقول العدد شيء ما يكافي شيء. انت تغلق كل الممرات وتهجم البيوت على اهلها، لا هذا ماكو شيء، حاربنا 8 سنين. ايران نجيبه مكتفينه معزز مكرم، اذا طاح بدينا ما قتلنا اسير والله العظيم. طيب أشكرك أبو مريم، شكرا جزيلا، كنت معنا من البصرة. سيد أبو مريم تحدث عن نظرية إفقار الشعب حتى يكون الشعب تابع، حتى يرضخ، حتى يضعف. ربما قد تكون وجهة نظر سديدة بأن المحاولات التي تجري الآن أو تطبق الآن منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة عن طريق من جاء بعد الاحتلال من حكومات متعاقبة لديها استراتيجية معينة. أنت غيرت الوجوه لكن السياسة ثابتة، حكم حزب الدعوة والآن ربما شخص آخر يعني من المجلس الأعلى يقال منشق أو مستقيل عفوا، ولكن بالنهاية هذا الفكر الذي يقال عنه أو يسميه أصحابه الفكر الإسلامي الذي دخلوا به على العراق، هذه المبادئ التي لم يطبق منها أي مبدأ إسلامي حقيقي موجود على الأرض من قضية مساعدة الفقير، إنصاف المظلوم، إحقاق الحق وغيرها من هذه المبادئ الإسلامية القيمة، لكن في العراق مشكلة، هناك استراتيجيات موضوعة من أشخاص معممين، من أشخاص يعني يتاجرون بالدين إذا صح التعبير، وكذلك سياسات دولية أمريكية إيرانية موجودة في العراق موضوعة لتدمير هذا المجتمع، لتدمير هذا الشعب، هكذا يرى أبو مريم. السيدة فاطمة من المغرب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي فاطمه. بغيت نهضر مع هذاك، بغيت نهضر مع هذاك السيد. نعم اسمعك يا فاطمه. فقدنا الاتصال مع السيده فاطمه من المغرب، عموما نشكرها للمشاركه. إذن طبعا الامم المتحده الى قضيه اخرى، طبعا هي مرتبطه ارتباط وثيق بموضوع الفقر والجوع. الأمم المتحدة تحدثت عن كارثة تهدد وجود أكثر من 4 مليارات شخص في العالم، وتحدثت عن اندلاع حرب المياه، ربما قراءة من الأمم المتحدة لفترة 2050 أو 2040 عن يعني جفاف كثير من الأنهار ودخول العالم بحرب المياه لندرتها أو لطبعا هذه المشاكل. خبير مركز الأبحاث الاستراتيجية للشرق الأوسط قال إن شح المياه أدى إلى جفاف أكثر من 5 مليارات هكتار من الأراضي العراقية، وهو ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الفلاحين. طبعا كما ذكرنا 4 مليارات شخص هو الذي بحسب قياسات الأمم المتحدة هم الذين سيعانون على عام 2050، لكن دعونا نتحدث عن القضية العراقية. لماذا لم تعالج قضية المياه؟ لماذا أهملت القضايا المتعلقة بإنشاء السدود في تركيا أو قضية إيران وتعاملها مع العراق وتحويل مجاري أنهارها أو المياه المالحة وغيرها إلى مجاري الأنهار التي تصب في العراق وغيرها من هذه الأمور، لماذا لم تتعامل الحكومات المتعاقبة على قضية المياه في العراق؟ ما الذي يراد من هؤلاء المسؤولين أن يفعلوا في العراق أكثر مما فعلوه الآن؟ يعني الفوضى التي يعيشها العراق الآن، إن كانت أمنية، إن كانت على مستوى الخدمات، إن كانت صحة، إن كانت تعليم، القضاء، فوضى السلاح والميليشيات وغيرها،
ما الذي يراد أكثر أن يصل إليه العراق الآن؟ دخل في مستوى الفقر الخطر، دخل في مستوى الجفاف الخطر، يعاني من 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 مشاكل أمنية كثيرة، يعاني من مشاكل في الصحة، في التعليم، في الخدمات، بلد منهار. ما الذي يراد أكثر من هذا البلد أن يصل إليه؟ هذا هو السؤال. سيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سالم محمد، بالنسبة للعراق يعني منهار إلى آخر انهيار، يعني ماكو ماكو بلد مثله بالعالم منهار. نعم. أبد ماكو، ماكو ماكو قانون، لا حتى البشر قلبه بدأ يقشي لأنه شاف ظروف صعبة، بدأ ما يرحم بعض بعضنا البعض. يعني هذا الناس اللي شافت الويلات، يعني تلقى الإنسان مثل السكران ما عنده رأي، خايف من ليل ونهاره بالشارع، خايف. نعم. يمشي خايف. الميليشيات هاي عصايب اللحق تعمل عمايل جرائم كبرى بس ما حد يعلم بيها. نعم. لأنه تكتيم إعلامي، ممنوع أي واحد يصور، ممنوع أي واحد يتفوى، ممنوع تقول الحكومة مو زينة، ممنوع تقول هذا. تعال شوف، حتى الأطباء أصبحوا مجرمين. الأطباء أيضا كنا نسميهم قبل الأكثر رحمة. اليوم بلدنا وين يروح يا أبو مصطفى حاليا؟ العراق وين يروح؟ إلى الهاوية. والله إذا ضرعت الطبيعية إلى الهاوية، وهو بالهاوية حاليا، لكن يروح إلى الهاوية أكثر. شلون نعالج هاي شلون نعالج هاي المشاكل يا ابو مصطفى؟ يعني احنا بدنا نتكلم عن مشاكل، الحلول شنو هي؟ نعم. ما هي الحلول؟ الحلول الا بيد الشعب. استاذ محمد، الحل بيد الشعب. الشعب ساكت ونايم وما يدري ايش يدري. يعني تجي المنظمات، تعال حدث ولا حرج، من سلع العراق من المنظمات. نعم. كلها قاعد تلعب، كلها قاعد تبوك. المحافظ يزايق المنظمات على سبيل يقول أنا لو تنطوني من المقصوم، لو أنا أكون مشاجرة وشكاوي ومصايب بيناتهم. والشعب الفقير منهار، والله العظيم، والله العظيم أكو ناس ما يلتقى يوم قوت يومه، فلا يلتقى يوم. طيب احنا كنا منتظرين، كنا منتظرين حكومة تكنوقراط، حكومة مستقلين، أشخاص كفاءات بعيدين عن التأثيرات الخارجية أو الحزبية، لكن اللي شفناه بهاي الانتخابات واللي شفناه بتشكيل الحكومة والبرلمان هي تجارة، بيع وشراء للمناصب واتفاقات وتحزب وغيرها. شنو اللي حيختلف بشكل العراق عن السابق؟ لا ما اكو اختلاف، لانه اول شيء العراقيين ما راحوا كلهم ينتخبون، 15% ما راحوا ينتخبوا، اللي هم بس شلابهم هم وسمسيريتهم والمضغوط عليه، اكو ناس مضغوط عليها ما بيقدر يطرح وما اختارهم لهم. نعم. نفس الوقت من الان ما انتخبناهم لان عرفهم مكلاب، هذا جانب. جانب اخر، السامي العزيز، هسه احنا ما عندنا حكومه، عندنا حكومه ميليشيات الايرانيه وبالاسف بايدي عربيه، للاسف الشديد. نعم. ايدي عربيه، يعني بدل ما يهدد لي الاسرائيلي يهدد لي السعوديه. زين كلب البعيد، انت تهدد للسعوديه، السعوديه هي عدوك، هي بيت الله تتفلش بيت الله. اذا انت كافر، انت هدعت مولوان الكافر فقد كفر. نعم. ان المنافقين، الله شو يقول بالقران؟ ان المنافقين خادعون الله والله هو خادعهم، واذا قاموا الى صلاه قاموا كسالى، يرون الناس لا يذكرون الله الا قليلا. مذبذبين بين هؤلاء. شوف يعني هم فعلا اشع مذبذبين. نعم. تجي انا يعني مشهور السنه والشيعه ولك راد، اقسم لك بالله، شرفاء اكثر من نص العراق، الشرفاء. نعم. اكثر من نص العراق كلهم ينتظرون ساعه الصفر بسبيل حتى ما يخلون، والله حتى عوائلهم راح تنمرد اذا وقعت بيديهم عوائلهم بين الشعب. سوف ماكو طفل بعد ما طفل، لان الشلب يخلف شلب، احنا هسه يدور بين الشعب. نعم. يقول الشلب الحكيم الشلب ذاك ابوه الفطس خلف عبد العزيز اللي عذب الاسرى، وعبد العزيز خلف هذا الكلب حكيم عمار حكيم. طيب. وهكذا كل يوم. شكرا جزيلا ابو مصطفى، اشكرك ابو مصطفى، كنت معنا من الموصل. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. لدينا رسالة من أحد المشاركين على خدمة الواتساب ولديه وجهة نظر. طبعا هو يبدو أنه دخل بمرحلة من الانفعال أثناء كتابتها، لكن سنقرأها إن شاء الله لحضراتكم. يقول أخ محمد: الشعب رخيص وليس له ولاء للوطن مثل الشعب التركي والمصري. الشعب عايش على خرافات الماضي، والبلد ضايع بين اللصوص والقتلة، وهم يعلمون أنهم مسحوقون ومهانون. أليس العراق أقدس من مراقد آل البيت؟ شعب متفرق وقطيع يقاد من قبل عمايمنتنا، إلى متى؟ الله أكبر. هكذا يرى أحد المشاركين. طبعا الدخول بهذه النقطة أو الدخول بهذا الشكل دليل على انفعال، طبعا أو الكتابة بهذا الشكل دليل على انفعال، دليل على غضب يعني في كثير من صدور العراقيين، وكثير من العراقيين يملكون هذا الشعور وهذا الغضب، لأن الوضع الآن أصبح وضعا لا يحتمل. العراق البلد الغني، البلد الذي يطفو على النفط كما تسميها أو أطلقت عليه بعض الصحف، يعاني. يعني الموقع جيوبوليتيكال الإيطالي المعني بالشأن الجيوسياسي قال إن العراق بات يفتقر إلى كل شيء تقريبا، بما في ذلك ثقة السكان بالأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية. أيضا أضاف الموقع أن العراق بعد 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية بلا حكومة، البطالة آخذة أو البطالة آخذة في التصاعد يوما بعد آخر. بيّن الموقع أن السكان يفتقدون إلى الخدمات الأساسية للعيش مثل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، في بلد يطفو على النفط، هكذا تصفه الصحيفة الإيطالية، وذلك بسبب الفساد الذي يلخص جميع صور إساءة استخدام السلطة. العراق يعاني، البلد يعاني، بلد من أغنى بلدان المنطقة والعالم، لديه نسبة فقر عالية جدا، لديه نسبة بطالة مرتفعة للغاية، أمية، يعني أطفال شوارع وغيرها من المآسي الاجتماعية الكثيرة التي يعاني منها هذا المجتمع. معنا سيد أبو أيوب من هولندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشلونك أخويا محمد، أخبارك؟ حياك الله أبو أيوب، أهلا وسهلا. أنا أحيي قناتكم اللي توصل صوت هموم الشعب العراقي يعني بصورة عامة للعالم. الله يسلمك، شكرا جزيلا. أخي بالنسبة اليوم يعني للفقر، نعم، وللحكومة الجديدة المزعومة اللي تشكلت، نعم، أشرح تحل يعني يقولون طالب الولاية لا يولى، يعني مقالة هذه يقول، نعم، طالب الولاية لا يولى، هذول هي هم متناس يعني شايفين أنفسهم السلطة. نعم. أخي العزيز شنو اللي راح يغير؟ هم دارسين جيوبهم ومثل ما تقول مأمنين الرواتب لأهاليهم والأقربائهم وعايفين هذا الشعب الفقير. نعم. أخي هم أبسط حقوق الشعب هو يطالب، يعني الشعب بس إحنا لو بتروح الصومال هم عندهم، نعم، كهرباء ومي، يعني أبسط حقوق الشعب هو الكهرباء والمي، يعني هذه من 2003 صرفوا عليها مليارات والفساد مستسري إلى هاي اللحظة. شلون نعالج هاي المسألة يا أبو أيوب؟ والله أخي العزيز إذا أريد نعالج هاي المسألة فلازم الشعب يوعى. أخي هم نفسهم بالكراسي نفسهم، وزير الداخلية صار وزير الدفاع، وزير المالية صار وزير الكهرباء، نفسهم بالسلطة من 2003 إلى حد هذا اليوم ما شفنا أحد تغير منهم. أخي العزيز الشعب رايح بسبات نايم، الشعب أخي الشعب لازم يوعى لنفسه. والله العظيم والله الفقر راح يزداد يوم بعد يوم. نعم. أخي العالم والله العظيم تعبت لأبعد الحدود، والله تعبت يا ابن الحلال تعبت، يعني والله ما يصير حل إلى ما الشعب العراقي يوعى. أخي قبل بوقت النظام السابق كان نقول حصار، هسه وين الحصار؟ هسه حصار ماكو، المفروض يحسنون العملة، المفروض. طيب شلون يوعى الشعب يا أبو أيوب؟ أنت عندك ال 15 سنة، اكو ناس، نعم، ما كفتها 15 سنه من المعاناه حتى توعى للحقيقه. اخي انا اقول لك ايش صار الفساد الاداري والمالي، واكو ناس مغلسه استفاده شخصيه وليس عموميه، فاللي عنده محسوبيه ومنسوبيه على الاقرباء مسكتهم، نعم، والشعب هذا نائم بسبات وراح يظل نائم بسبات والله العظيم راح. الى متى يعني ألا تكفي المعاناة الآن؟ أخي إلى متى أنا أعطيك الحل؟ الشعب إذا ما يعى من الشمال إلى الجنوب والله العظيم فلا تقوم لنا قائمة بعد، ما طول هذول الناس السراق اللي تابعين السليماني وربعه، ما طول إيران ورانا، والله العظيم فلا تقوم لنا قائمة. أخي كلها محسوبية ومنسوبية صارت،
وعايفين هذا الشعب الفقير المسكين. فأنا ما أقول يعني بعد شعب فقير مسكين إذا ما يوعى على نفسه إيه متى يوعى. أخي لازم لازم هنا تكون تكون انقلاب عسكري أخي. يعني أنا أعرف أجب على هذا الشعب العراقي، والله أسوأ شعوب العالم صار. قبل في النظام السابق تقول أنت عراقي، والله العظيم يصيحون أهل البترول هاي بالثمانينات، وبالحصار بالحصار كان. أنا قرأت جريدة يوم من الأيام بالحصار تقول إسرائيل تقول أكبر غلط فادح سوينا حصار على حكومة صدام حسين، قمنا نصنع يعني بالحصار قمنا نصنع أشكال ألوان. أخي الشعب العراقي كان 14 حصة يستلم من الوجبة الغذائية. الشعب العراقي كان ماذا يستلم الآن في عهد حكومات الأحزاب الإسلامية؟ هسه باي الحكومة، هسه باي الحكومة يستلم التمن المعفن أجلكم الله اللي يبيعوا للحيوانات، ويستلم أربع نوعيات، وما كل شهر يستلم أربع نوعيات، هو يستلم الزيت والطحين والتمن. أخي حتى الأربع نوعيات ما يستلمها بالشهر، كل شهرين ثلاثة على ما يضيفوا له من وزارة التموين. أخي هذا بلد عبارة عن سراق حرامية، والله العظيم الفساد في مية. ودول الحكومة العراقية لو عندهم غيرة والله ما يظلون دقيقة بالحكومة، ولكن تبعية إيرانية تابعين للمجوس للفرس المجوس. أشكرك أبو أيوب، شكرا جزيلا، كنت معنا من هولندا. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم التواصل عبر خدمة الواتساب التي تقدمها القناة، رقم سيظهر أمام حضراتكم بعد قليل أسفل الشاشة، وبإمكانكم من خلاله أن تشاركونا بإرسال رسائلكم. بعض الأخوة يدخلون بالتحية والسلام، رجاء يعني من يود أن يرسل رسالة أو قضية معينة فليدخل مباشرة، لأنه لن تكون هناك ردود من عندنا لأنه ليس هناك وقت لكتابة رد. الرد يستمعه المشارك عن طريق التلفاز، ومن لديه فكرة أو وجهة نظر يدخل بها. نعود إلى قضية الفقر الآن. يقول الموقع الإيطالي يذكر كذلك أن النظام الإيراني يستخدم العراق كساحة حرب ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ربما قد يكون هذا أيضا من العناصر الأساسية التي أدخلت العراق في هذا النفق المظلم أو إلى الهاوية كما قال السيد أبو مصطفى من الموصل. موضوع المعاناة التي يعيشها المجتمع العراقي، كانت قضية اقتصادية أو كانت قضية أمنية أو سياسية أو غيرها، هي مرتبطة بالتدخل الخارجي، مرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني إن كان هناك صراعا فعلا في العراق. طبعا هناك وجهات نظر تختلف على قضية الصراع من غيرها، هناك اتفاقات يقول البعض، هناك اتفاقات بين الطرفين، والدليل ما يحدث في سوريا، والدليل كيف سلم العراق إلى إيران على طبق من ذهب، والتعاملات مع الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق من قبل الولايات المتحدة. وهناك من يرى بأنه لا، هناك فعلا صراع موجود على السلطة على الأرض الآن في العراق، خاصة بعد أن يعني حلل البعض أن إيران سحبت البساط من تحت قدم الولايات المتحدة بقضية الحكومة وولاء رئيس الوزراء الجديد وغيرها. الخلاصة أن هذه الأمور تدخل في إطار تدمير هذا البلد، تدمير هذا المجتمع لاستفادة من مقدراته وثرواته قدر المستطاع، وبالتالي إفقار الشعب إلى أقصى درجة، وتجويعه إلى أبعد الحدود، وإدخاله في معاناة مستمرة لينشغل بها ويبتعد عن القضية الأساسية ألا وهي قضية البلد الذي يسرق بشكل عام. أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم وإلى العراقيين الشرفاء. شكرا جزيلا، تفضلي. أستاذ ممكن أكمل الفكرة مالتي رجاء بدون حتى أوضح أنه سبب المشكلة في العراق. تفضلي. طبعا ولو أنا مو مؤرخة ولا يعني، فبس أريد أنه حسب اطلاعي يعني. تفضلي. يعني هسه احنا نشوف شعب تالية ووطن ضائع. إذا بدنا نشوف الوطن العربي، ترى الجزء الشرقي من الوطن العربي اللي يقع في آسيا كله مبعثر. كله مبعثر، لأنه كان نظام صدام سابقا من كان موجود أول ما يعني ركز على الناحية العسكرية. السبب ليش؟ لأن احنا قدامنا عدو كبير هو إيران. وإيران منذ القدم إلى الآن هي تشكل عقبة في توحيد العراق أو ضرب المنطقة العربية في الوطن العربي. فإحنا سنشوف العراق فقط، ورانا سوريا، ورانا اليمن، فلسطين عادي ما فيها من زمان،
بس بقى النظام الأردني والسعودي. هسه يحاولون كل الوسائل هي ضرب السعودية والاستحواذ على بيت الله الحرام من قبل إيران. هاي الشغلة أستاذ. يعني الشعب العراقي يعني من راح صدام رئيسا اتجهوا إلى الأضعف نقطة بالعراق هي نقطة الطائفية. هي هذا السلاح اللي دمر العراقيين. هسه اليوم نشوف احنا بالاربعينيات هي الاربعينية انه مهتمين بالناحية الاحتفالية. الحسين عليه السلام ما كان اكو لا اربعين ولا شيء لان العزاء بعد ثلاث بعد ما اكو زين. هسه نشوف الناقات اللي موجودة والجمال اللي تمشي في منطقة بغداد. عبد الله ربطي لي اياه بموضوع الفقر. انت حضرتك دا تتكلمين حاليا عن قضايا تاريخيه، اربطي لي الموضوع بقضيه الفقر بالعراق. هسه راح اجيك انا استاذ. هسه من راح نظام صدام اجتنا سياسات ضعيفه مرتبطه بالكيان الصهيوني والامريكي والايراني. نعم. زين اول ما بداوا قاموا بعمليه التاكيد على النفط وتزويع ثرواته على المسؤولين اولا وفتات يجينا للشعب العراقي. فشولت حاله فقر، حالة يعني بحيث انه ماكو صرف على كل الخدمات. لا تعليمية لا صحية لا بناء لا شيء. يعني كل الدول العربية والأجنبية كلها اول ما تبدي بالشعب قم بعملية مثلا رفع مستوى الاقتصادي. حتى زادت الأرامل، زادت معاناة المرأة، والمرأة هي اهم شيء بالأسرة العراقية. من تروح المرأة وتضعف وجودها يبقى في الكيان الأسري بحيث أنه يعانون ما يعانون. هسه اللي تنشوفه اعتقال النساء، اعتقال الشباب، اعتقال المتظاهرين، حالة الانسياب والانفلات الأمني، القتل، الاختطاف، الوضع اللي تنشوفه احنا. زين سابقا كان موجود العامري، العفو العبادي. ليش العامري والصدر كانوا دائما يلحون على العبادي انه لازم انت تقوم بعملية تحسين الوضع او ما ادري شنو. هسه بدينا صفحة جديدة. وين دور الصدر؟ وين دور العامري؟ ليش دائما يقول كله بلاش الشعب العراقي، كله بلاش كله بلاش؟ اذا الطالب يجي يبعد يفرش القهوة يبعد، هو هذا البلاش هو هذا الشيء اخوي يبعد بيته ويبعد يقرا هواية افضل. يعني شنو هاي الوضع اللي احنا بنشوفه؟ فهسه احنا النظام الانظمه ترى الانظمه هسه احنا ترى بغداد مثل شلون هاي الاكل اللي اجانا من الشرق ومن الشمال الشرقي من ضربه والعراق نفس الشيء. هسه احنا ترى طبعا احنا مهدمين ووضعنا الامني سايب بس اريد اشوف نقطه واحده انه العراقيين هسه قاموا يقومون بعمليه الانتفاضه. ليش مو من قبل؟ انت دا تشوفين انتفاضه حقيقيه يا ام عبد الله؟ انا عندي سؤال، انا عندي سؤال هسه. يعني الناس اللي دا تتكلم هسه، يعني عندنا راي ابو ايوب من هولندا يقول الشعب نايم مغيب فاقد للوعي، لا توجد توعيه حقيقيه لهذا الشعب، وبالتالي خروجه دائما غير منتظم عشوائي، لا يؤدي الاغراض المطلوبه منه. انت حضرتك دا تشوفين هسه عندنا بالعراق نهضه حقيقيه من اجل التغيير الحقيقي شعبي منطلق من الشعب؟ لا والله ماكو أي تغيير. أي تغيير؟ شنو السبب يا أم عبد الله؟ شنو السبب يا أم عبد الله إنه الشعب مدى يوصل إلى مرحلة الوعي المطلوب من أجل إجراء تغيير حقيقي؟ إذا هو الشعب منهك، الشعب منهك. أكثرية 70% من النساء ومن الشباب، أما نقول 50 أميين، والباقي المثقفين بيطلعون بس ما يقدرون، ما عندهم شيء اللي يسندهم. القوات الأمنية ضد الشعب العراقي، جهاز الشرطة ضد الشعب العراقي، سحبوا الأسلحة من عندهم. زين أنا أعتب على الدول العربية، المفروض الدول العربية وجان دور الجامعة العربية في إنهاض الوطن العربي وإرجاع كيانه وسلطته عن طريق الاتحاد بالنسبة للدول العربية والحكومات العربية. فإحنا نطلب من الشعب أن صحيح هو يعني أنا ما أعتب على الشعب، أقول خطير. الشعب ترى تدمر يعني إن قوى راحت انتهت. طيب. يعني إحنا نجي نحمل صح أكو ناس أو أكو حتى في البرلمان أستاذ يريدون يعني يغيرون بس ما يقدرون، لا يقتل لا يعني ما أعرف شنو هي الوسائل اللي شفنا. فهي بقت على الشعب العراقي. أشكرك أم عبد الله، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو ياسين من ديالى تفضل.
حياك الله عيوني محمد. حياك الله ابو ياسين، اهلا وسهلا. اخ المنفع المراسل هو هذا تطاول على عمتنا هذا البيت، ولكن هذا محمد هذا المشروع المجوسي يردون هذا الشكل فيه، لانه المرجعيه البنيه اللي فيها مجوسيه، فيجون الناس تكره الدين ويكرهون رموز الدين، فهذا ما مضبوط. الاخرى ابو مصطفى من الموصل يقول اكو ضغوطات انتخابات، لا عندي ما اكو ضغوطات، لان هم هذا البنيه ما ينتخبون، ولكن اللي راحوا انتخبوا هم اللي ما عندهم ماده والعلاقيه. بالنسبة للشيء ما تخبوا بجدل ما راح تخبوا السنة. أخي هذا محمد موضوعنا اليوم هو التجميع، تجميع مقصود، تجميع مقصود، لأنه شوف الثاني أريد أسأل الشعوب العربية. يعني هسه أنتم من دول العربية تحكون عن إيران، تتحدثون عن إيران، هو من سلم العراق لإيران المملكة غير الدول العربية باستثناء الدول الصديقة المحبة للعراق. فاليوم اليوم وين غياب الشعب العربي؟ يعني من هسه حكوماتها تحكي على ايران، ما حكوماتها كلها مجلس الحكومه العراقيه وداعمتها على دمار الشعب العراقي، ايش قد سنته؟ يعني ترى ما قول محمد ما صار لا شعله سني، شوف بحكوا السنه واتجهوا على الفرات الاوسط وعلى الجنوب، والله لا ينسوهم العافيه، لكن ظل هاي المرجعيه صار هاي مهم مو مثل محمد، هاي مجتمع سميه تفسيريه، لانه راضيه لتدمير الشعب، يعني ما فاض ما 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 فاضين شيء على الدوله، لما تجي الدوله تقول احنا الحكومه المرجعيه جابتنا. طيب المرجعيه هي مرجعيه مجلسيه ايرانيه، طبعا خمس ولا وطن العراق لا، جابتكم انت انتاكم وانتاله هي، شوف شوف الجوع، شوف النفايات، شوف التعليم، شوف الصحه، شوف الهلاك، الشعب كله جوعان، والقصف المي ما عندهم قصف مي يا محمد، ترى لو تطلع والنظام السابق قاطع المي عشان يرسل زياد طيب، النظام السابق يعني هاي نقطة مهمة، نقطة مهمة يا أبو ياسين، نقطة مهمة يا أبو ياسين. نعم اسمح لي أبو ياسين، حضرتك تحدث على نقطة مهمة، المراجع الدينية أو المعممين أو تجار الدين دعنا نسميهم أو كما يطلق عليهم العراقيون، هؤلاء الذين يتحدثون عن مظلومية شعب، وشعب عانى من 30 عاما من نظام سابق فتك به كما يقولون، هذا الكلام، هذا الحديث من معممين الذين يتحكمون بالقضايا السياسية، الذين دخلوا بنوابهم إلى البرلمان ولديهم وزراء ولديهم مسؤولين، لماذا لم يقدموا شيئا للشعب؟ أين تطبيق الشعائر الدينية في العراق الآن؟ لماذا لا نجد إنصاف المظلوم وإطعام الفقير ويعني سقي العطشان وغيرها من هذه الأمور التي هي من رموز الدين الإسلامي؟ محمد هذول اول شيء ما عندهم شرعيه دينيه، هذول هم نصوص، واضرب لك مثل الطافي وهذا الصغير ابو النستله، هم ما عندهم دين هذول، لا بالاكل هذول التجميد المجوسيه، بالاكل محمد احنا كاهل السنه عندنا رموز دينيه، اخذ النجوم ونحطهم على وسطنا، ما لهم علاقه بالسياسه، بس هذول السياسه تدمير الشعب، تجميع الشعب وتدمير العراق، بعدين محمد كانت تنطل على الشيعه، حتى عفوا الشيعه المرجعيه قتلها عفوان بعد ما يحترموا لهم، وبالفعل اللي من صاحب ساعات التظاهر الابطال كانوا ايران برا وحتى نددوا بالمرجعيه، عفوان المرجعيه فاسده، المرجعيه قتلها اجراميا، يعني الايرادات مال العتبات المقدسه محمد، يعني حصه المجوس وحصه العراق، حصه الدول الفقيره العربيه، هاي كلها كانت تروح ايراداتهم برا ايران وغير ايران، هذا لصهم هذا الصنم المجوسي ما يسمونه بالستاني. شكرا جزيلا ابو ياسين، اشكرك للمشاركه، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. السيد سامي من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد تحياتي لحضرتك وحضرة وإذاعة القناه. شكرا. استاذ محمد احنا صراحه الامريكان هم السبب الرئيسي لتخريب هذا البلد، هاي نقطه راس سطر. المشكلة هنا الشعب العراقي مئات السنين كان عايش بعز وراحة وكرامة، لا سنة ولا سياح، فالأمريكان يعني خاصة ومع الإيرانيين يعني قالوا هذا الشعب ما إلى حل إلا يفرق طائفين، لأن تعرف أنت إحنا وحضرتك وكثير من الناس بغداد وبصرة وكذا كنا نروح هنا وهناك وبالشمال، ما قد بحث ما في اقسم بالله ما تعرفوا هذا السني لو شيعي او يزيدي لو كذا، بس شنو رادوا مجموعه يكرمك الله، انا اسف يعني بس 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 الشخص اللي يسرق الشعب العراقي ويهينه ويقتل ابنائه سنه وشيعه هذا ما ماكو خط احمر عليه، يقول لك شكرا
تقول له انت مجرم انت سارق يقول لك جزاك الله خير. فهذا احنا من نتحدث يعني نتحدث بحقنا يعني هم ابنائنا هم ولدنا هم خوالنا هم عمامنا هم ابائنا هم امهاتنا. يعني على ليش اني ابو البسطيه مثلا سابق يصير عنده محل وكذا المشكله. فما شاء الله صارت يعني صار مؤامره انه ياتون بناس ساقطين ناس يكرهون الشعب العراقي. اذا اكو مظلوميه عند الشيعه لازم ياخذها السياسي الشيعي، واذا اكو مظلوميه عند السنه اما سنه ياخذها يتاجر بها تقصد يتاجر بها يتاجر بها رحم الله وجهك هاي القصد. فمنو من وقعت علي جابوا جعفري جابوا هذا شو يسموه. طيب انا عندي سؤال سيد سامي اذا تسمح لي. يعني الناس اللي السياسيين اللي تاجرون بالقضايا التاريخيه، القضايا التي اكل عليها الدهر والشرب وانتهت، لكن هم يعيدوها لاغراض طائفيه لاغراض يعني سحب الناس الى صفوفهم. لكن السؤال المسؤول اللي يتكلم عن مظلوميه، خلينا نقول على سبيل المثال المسؤول اللي يتكلم عن مظلوميه الشيعة وأن الشيعة مظلومين على مر التاريخ ويعانون وقمعهم النظام السابق وحاليا أجل الوقت اللي بعد بيها ما ننطيها كما يقول نور المالكي، الناس اللي دا تستمع إلى كلام هذا السياسي أو هذا المسؤول، ألا ترى أن هذا المسؤول لم يقدم شيئا إلى أهالي المحافظات الجنوبية؟ هذا المسؤول لم يقدم شيئا إلى الشيعة الذين قال إنهم عانوا على مدى آلاف السنين أو مئات السنين؟ لماذا يستمر المواطن بمشاهدة هذا المسؤول وهو يتحدث وهناك من يصدق هذا الكلام؟ يا أخي يا أستاذ محمد، تعرف المشكلة شنو؟ هؤلاء مثل المالكي، ما أريد أقول المالكي وهذا، يعني أقول المالكي والعامري وأبو المهندس أما مجرم أو سارق أو حرامي. نعم. وهؤلاء أو إرهابي، هؤلاء شي يسوون؟ يعني يعرف انه بالحسينيات يقعد يشزمه يتحدثون الجانبه المظلوميه وهاي هاي. فلهذا هاي تبقى ديمومه، هاي المساله تبقى لان بالحسينيه تردد. المحممين يا اخي هم السبب الرئيسي هاي المشكله الطائفيه. يعني اذا تروح عند الحسينيه ويقول لك يا اخي كافي هذول اهل المناطق الغربيه خربتوا مكاناتهم خربتوا كذا، انت ايش بيكم تشاركوا انت مثلا؟ عندك نعم. ودك تنتظر انت المهدي المنتظر، انتظر حبيبي على كيفك. طيب. هذا هم اخوك هذا، وخلي اذا انت اذا هو يحب ابو بكر وعمر خلي الله سبحانه وتعالى يتحدث وياه، وانت تحب المهدي. نعم. وتحب آل البيت. يعني تقصد ان من يتاجرون بالقضايا الان الدينيه او الذين يستعطفون الناس بقضايا تاريخيه هم السبب في تدمير وخراب العراق وادخاله الى هذا المستوى من الفقر ومن الضرر الحاصل عليه طبعا حتى في السنوات القادمة على قضية المياه وغيرها. طبعا يا أخي العزيز. نعم. يعني هاي شفت انت شفت هل يسمح شو اسمه الإمام السني يقول هذول يسبون عمر أو يعني هو مو موضوعنا الشأن الديني، مو موضوعنا الشأن الديني حتى نتعامل بهذا. نعم بس هو هاي المشكلة. نعم. المحممين في هذه الاماكن هم يبقون على ديمومه هذه الطائفيه. نعم. فهذا الشخص لما يجي يقول كذا وروح على هاي المناطق وذولا سبوا حق اهل البيت، هاي شيء بهاي المساله. اشكرك سيد سامي من بغداد. ابو عمر من السليمانيه تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد اذا تسمح لي عندي تعقيب، اذا انا غلطان قول انت غلطان ابو عمر، واذا كان صحيح خلي يسمعوا الناس ما ابي شيء. تفضل. انت ذكرت جلاله الكريم ذكرت مظلوميه الشيعه. اي. يقولون الشيعه مظلومين من ايام ابو بكر وعمر بالعراق الى حد ايام صدام حسين. نعم. كيف ادت اليهود بقاهم يهود بالعراق منذ 1440 سنه الى حد سنه 60 كلها طلعت. 48 وبالخمسينات كلها طلعت، وباقيين يهود كانوا زين، والصابئه موجودين، والمسيحيين موجودين على دينهم. طيب. واليزيديين اللي يعبدون الشيطان موجودين، زين ليش بس انتم مظلومين؟ يا شيعه انتم مو مظلومين، انتم مخدوعين، هاي مظلوميه كثرة، مظلوميه كثرة، واتباع كثرة هي هاي، انتم ضحك عليكم وخدعتكم. انتم لحد الان مخدوعين من ذول الدجالين المعممين. اربط لي هذا الموضوع بقضيه الفقر يا ابو عمر والحاله الاجتماعيه التي
يعاني منها المجتمع العراقي، مستوى البطالة والفقر ونقص الخدمات. اربط لي هذا الموضوع حتى لا يكون الموضوع دينيا ندخل بقضايا الطائفية وغيرها، تفضل. أستاذ، بالنسبة للفقر هو نتيجة لوجود هؤلاء أجلكم الله السفن اللي يحكمون العراق من 2003 ولحد الآن. نعم. يعني بعد أيام الحصار يصير 20 مادة، الآن يجيك إما المعفن جيش يجيك من الدرجة الخامسة السادسة اللي ما تقبل دول العالم تستورد هذا الزيت. نعم. يجيك سكر، يجيك إن شاء الله هذا يبقون من عنده وذاك يبقون من عنده. نعم. أنت ذكرت الفقراء زين الأستاذ محمد، ليش ما تذكرون أكبر بلد دي مليارديرية ومليونيرية هو في العراق؟ نعم. أكبر بلد بالعالم، لا أكو عندهم شركة مايكروسوفت، لا عندهم صناعات ثقيلة، لا عندهم فتشيدي، هذا النفط اللي يطلع يسرقوه إلى الحصص لي والرواتب والأموال، أنت شايف شرطي يتعارك ويا ضابط ويقفله، ليش يقفله؟ لأنه نقله من مكان إلى مكان، يقول له أنا مستفاد من هذا المكان. كانوا أصرف من ملايين دنانير بالشارع، أنا رقمي مليون، أنا أصرف 10 ملايين 15 مليون. أنا أشكرك أبو عمر، الوقت انتهى، أعتذر منك للغاية، الوقت انتهى. سيد أبو عمر، كنت معنا من السليمانية. نأتي إلى خلاصة الموضوع بعجالة مشاهدينا الكرام. كل من تحدث وشارك معنا، إن كان بالرسائل النصية أو إن كان متحدث اتصل بنا، ربط القضية الجوهرية للحلقة وهي قضية مستوى الفقر والبطالة والجوع الذي يعاني منها العراقيون، وقضية انخفاض مناسيب المياه، وكل المشاكل التي ذكرت في هذه الحلقة ربطوها بالحكومات التي جاءت بعد الاحتلال، هي الأساس التي بنيت عليها هذه المشاكل، هي القاعدة التي أخرجت وأفرزت لنا هذه الكوارث التي يشاهدها العراقيون الآن. إذن بخلاصة ونتيجة هذه الحلقة، أن من جاء به الاحتلال من حكومات متعاقبة هم السبب الرئيس، طبعا بتعاون الاحتلال معهم وتعاونهم مع الاحتلال إن كان الأمريكي أو حتى الإيراني، هم السبب فيما يحدث للعراقيين. الخلاص منهم يعني إعادة الأمور إلى توازنها الطبيعي، ربما بأشخاص، إن كان هناك أشخاص وطنيون هم الذين سيقومون بتعديل هذه الأمور، لكن بقاء الحال على ما هو عليه لن يحدث تغيير في العراق طالما بقيت نفس الوجوه أو اختلفت الوجوه لكن نفس السياسات. بالنهاية نصل إلى ختام هذه الحلقة، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.